في هذا الدرس سنتعرف عن طريقة حل مشكلة عدم تشغيل مقاطع الفيديو على التيك توك. فإخواني هذا المشكل يواجه العديد من المستخدمين، لذا ارتأيت إلى أن أقوم بعمل شرح حتى نحل هذه المشكلة معا. إذا أول شيء إخواني حتى لا أطل عليكم كثيرا، لايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا الضغط على الجرس حتى توصلون بكل ما هو جديد. فإخواني نتجه مباشرة إلى التيك توك، لكن نضغط عليه مطولا بهذا الشكل ونضغط على معلومات التطبيق. هناك الكثير من الأسباب والعديد من ربما المشكلات المشاكل التي ربما تحدث معك، سواء في هاتفك، سواء في التحديث، سواء في التيك توك، سواء في الإعدادات. لذلك سوف أعطيكم الطرق التي تستطيعون بها تشغيل مقاطع فيديو على التيك توك أو تشغيل فيديوهات التيك توك. فكل ما عليك هو كما قلت لكم تضغط مطولا على تطبيق تيك توك، تظهر معك هذه الخيارات، تضغط على التخزين كما تشاهد معي، وتضغط على مسح البيانات، مسح جميع البيانات ومسح ذاكرة المؤقتة. هذا الخيارين، تقوم بمسح ذاكرة التخزين ومسح الذاكرة المؤقتة. بعد ذلك تقوم مباشرة بالاتجاه الى 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 بلاي ستور وتبحث عن تيك توك. فيجب عليك أن تتأكد إذا كنت تستعمل سواء تيك توك لايت أو تيك توك العادي. فهنا التيك توك الرسمي العادي، هذا التيك توك. فكل ما عليك إذا كنت تستعمل هذا التيك توك تضغط على التحديث. إذا كان عندك تيك توك لايت تقوم كذلك بالضغط على تحديث حتى يتم تحديث يعني التطبيق حتى يشتغل معك بدون مشاكل. ثم بعد ذلك جرب، إذا انحلت معك المشكلة، في حالة لم تنحل معك المشكلة حاول أن تقوم بهذه الخطوة البسيطة ولكنها فعالة جدا جدا في حل العديد من المشاكل، وهي الضغط على الطائرة. هذا الخيار الخاص بالمود الخاص بالطائرة، تضغط عليه تقوم بتفعيله، وبعد ذلك تقوم بإلغائه، ومن ثم جرب. في حالة لم تشتغل معك الفيديوهات، فربما تكون المشكلة من الهاتف، فحاول أن تقوم بإعادة تشغيل هاتفك. تقوم بإطفائه وتشغيله من جديد، وبعد ذلك تدخل إلى تطبيق التيك توك وتشاهد إذا انحلت معك المشكلة. وفي غالب الأحيان سوف تنحل معك المشكلة بهذه الخطوات. في حالة يعني نادرا ما، إذا لم تشتغل معك هذه الطرق أو لم تنجح معك هذه الطرق، فحاول أن تقوم بتحديث هاتفك. فتدخل إلى الإعدادات وتبحث عن التحديث، فهذه العملية يعني تختلف من هاتف إلى هاتف آخر. في حالة لم تفهم حاول أن تدخل إلى اليوتيوب وتبحث عن طريقة تحديث هاتفك وتكتب موديل أو اسم هاتفك، وسوف تطلع معك يعني سوف يظهر معك العديد من مقاطع الفيديو وتشاهد الطريقة. هنا حول الهاتف غالبا ما يكون هذا الخيار الخاص بالتحديث، يكون حول الهاتف هنا أو في الأسفل، سوف تجده في الأسفل. المهم تبحث عن هذا الخيار وتضغط على تحديث. هنا سوف تجد أنه عندك تحديث، تبحث عن التحديث. فكما تشاهد أنا عندي موجود تحديث، فهذا التحديث يقوم بإصلاح المشاكل الموجودة في هاتفك، الأنظمة الخاصة بالهاتف، يعني الكثير من المشاكل، التطبيقات الخاصة بالهاتف يقوم بتحديث الكثير من التطبيقات والكثير من المشاكل، لأن هذا التحديث يعني يكون خاص بالموديل الخاص بهاتفك. فتقوم بتنزيل التحديث وبذلك تقوم بتحديث هاتفك. لكن عندما تقوم بهذه الخطوة تحديث الهاتف، يجب عليك أن تكون متأكد من أن البطارية يعني بها أكثر من 50% حتى تتفادى مشكلة يعني بعض المشاكل، يعني يكون البطارية تكون يعني ممتلئة فوق 50%. فإخوان هذه الطرق لإصلاح مشكلة عدم تشغيل الفيديوهات على التيك توك. لا تنسوا كما قلت لكم لايك الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.